الاعتصام اليوم احنا متواجدين فيه ضد التدخل الاجنبي. نحن نؤمن ان بلدنا البحرين يجب ان يكون مستقل ذو قرار سيادي يتحكم في قراره الامني والاقتصادي. مقتل احد عناصر العسكر الاماراتيين في البحرين في منطقة مواجهات هو امر مثير الى الاشمئزاز، ان يتدخل عساكر اجانب لقمع ابناء الوطن. لذلك احنا معتصمين امام السفاره الاماراتيه لشجب هذا الامر والمطالبه برحيل كل القوات الاجنبيه من البحرين.